أهلا مشاهدينا، نلتقي في حلقة جديدة من برنامج للخبر بقية. في باكستان كارثة إنسانية ومناخية كبرى بكل المقاييس. إسلام آباد تحصي أكثر من 1000 ضحية، والرقم مرشح للتصاعد مع استمرار الفيضانات واحتمال أن تستمر إلى إقليم السند، بينما تناشد الحكومة المجتمع الدولي بمزيد من المساعدات الإنسانية العاجلة. ما قدمته الأمم المتحدة حتى الآن لا يتجاوز 3 ملايين دولار فقط. فما أسباب هذا الشح في المساعدات الدولية لباكستان؟ وما خيارات الحكومة لمواجهة ما قد يكون أسوأ؟ تابعونا 6:30 بتوقيت غرينتش و9:30 بتوقيت القدس على شاشة العربية.